المياه الإقليمية حدود العراق من عندها ويطلع إلى البحار، يعني ما كلش واحد قايسها بالخطوات، لكنها قد تمتد من 50 إلى 55 كيلومتر. هذا الساحل، الساحل العراقي من شط العرب راس البيشة إلى مدخل خور عبد الله. خور عبد الله نص انطيناه، أخذوا المهم الكويتيين وقاعد يتابعون، وشط العرب جمدوا الأخوة الإيرانيين، يعني تمت المضايقة علينا بالمياه من الجانبين. فإحنا وين لازم نروح؟ لازم نروح المياه الإقليمية اللي هي رخوة طينية، الروج يأثر بيها، فلازم يصير بيها حفر، لا ردم، ردم بس ردم بمواد صلبة، وهناك لازم انت تروح تأسس، يعني ما تبني على مجال خور عبد الله، لأنه خور عبد الله إذا تبني عليه يمكن بالخارطة ما هالكثر واضح إذا ماكو زحمة الكاميرا، إذا تقدر توضح الصورة كلش. أنزل عليها زوم بعد 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 إيه إيه واضحة إيه واضحة. العبارات شنو مكتوب مثلا؟ يقول وهو صحيح، يقول المياه الإقليمية العراقية هي غير صالحة للملاحة. عشاش، هذا ورا تخطيط خور عبد الله، ورا اتفاقية تنظيم الملاحة بخور عبد الله، غير صالحة للملاحة. خلنا نروح الكويت اللي هي عندها المساحة 400 كيلومتر على البحر. يقول المياه الإقليمية الكويتية وهي صالحة للملاحة. زين، شتى الكويت ما كفتك ال 400 كيلومتر جايين هنا تضايقني على هذا المدخل مال على 40 كيلومتر؟ ها؟ نعم على 40 كيلومتر؟ على 40 كيلومتر ما تجي جاي تضايقني؟ وهاي هي المسافة المياه الإقليمية، هذا شط العرب عفوا، وهاي هي مياهنا الإقليمية، هاي هي هاي هي هاي زهاية. نعم، بهاي اكو ميناء خور العمية. الآن إيران تطالب بميناء خور العمية تأخذه، يقول لك زحف الكويتيين، عفوا الإيرانيين يزحفون لأنه يثلم من جهة شط العرب ويبني من جهة إيران، فصار خور عبد الله المبني بأربعينيات القرن الماضي صار جزء من الأراضي الإيرانية والجماعة نايمين. فأنت ليش ما قاعد تستخدم المياه الإقليمية مالتك وتعبر تسوي الموانئ مالتك؟ لهذا المرتسم الواضح للموانئ اللي اقترحها هذا جوزيف قد يكون بها خطأ. طلع لنا صورة إلى شوف هذه البناء العملاق، بعد هذا البناء العملاق لمشروع ميناء الفاو الكبير، هذا طبعا قدم قبل اتفاقية خور عبد الله، كان الخور كله للعراق، ماكو اتفاقية ولا زرع ولا ضرع ولا بناء للكويتيين على ذاك الجانب، ولا يزال عدا ميناء مبارك. فأسس هاي الخارطة حتى يبتعد عن الجانب الكويتي والجانب الإيراني، هذا هو ميناء الفاو الكبير.